الحقيقة لو فاكر القصة دي، لو فاكر اللون ده، لو فاكر اسم المكتبة الخضراء بعناوينها المختلفة أيا كانت عندك في البيت أو قريتها زمان أو لسه بتقراها لولادك أو يمكن ما تفتكرهاش من الجيل الحالي، لكن الجيل اللي قدي، الجيل اللي ويمكن أكبر مني، اتربينا على قصص المكتبة الخضراء الأستاذ يعقوب الشاروني. تسألني أقول لك عروسة البحر، تسألني أقول لك علاء الدين، تسألني أقول لك حكاية نعيم ونعمة، تسألني أقول لك تاتا في القناة، وتسألني أقول لك مغامرة زهرة مع الشجرة. جيل اتربى على ما أبدعته أنامل الأستاذ يعقوب الشاروني، واحد من أهم كتاب الأطفال في العالم العربي وفي العالم أيضا. عارفينه الناس بره كويس قوي، واحنا هنا الحقيقة نسينا أو بنتناسى كل شوية إن احنا نخبط على بابه علشان نقول له أخبارك إيه يا أستاذنا؟ أخبار أدب الأطفال إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ لحد دلوقتي أستاذ يعقوب الشاروني أنامله ما زالت بتبدع الكثير والكثير من أعمال الأطفال. لازم تسأل على قصة ليلة النار، لازم تسأل على قصة أبناء في العاصفة، لازم تسأل عليه وهو بيكرم أو بيشارك في لجان التحكيم في كل مسابقات دول العالم العربي ويقابل بالاحترام وكل التقدير. ليه النهاردة إحنا مع أستاذ يعقوب الشاروني في حلقة أنا سعيدة بيها؟ لأنه كان بالنسبة لي زمان مجرد يعني كاتب وصائغ لأحلامي على الورق وأنا طفلة، لأنه هو أستاذ في عالم الأدب يحتفل بعيد ميلاده 87، فمرحبا بي وكل سنة وهو طيب. أستاذ يعقوب عقبال 100 سنة وانتوا طيبين. شكرا. يا رب يديك الصحة والعافية. يعني أنا سعيدة إن أنا كنت طفلة في يوم من الأيام قريت مجموعة المكتبة الخضراء وأستنى ما يأتي منها طول الوقت باستمرار علشان أقرأ الجديد فيها. أستاذ يعقوب الشاروني، إمتى بدأت رحلتك مع الكتابة للأطفال؟ يعني وربنا يدي حضرتك الصحة وطولة العمر. ناس كتير بتتصور إن أنا رحلتي بدأت بالمسرح، والحقيقة هوايتي وأنا صغير، يعني أنا فاكر إن أنا إحنا كان في زماننا كان ابتدائي 4 سنوات وثانوي 4 سنوات وسنة توجيهية، ندخل الجامعة بعد 9 سنوات دراسة مش 12 سنة دلوقتي. لما دخلت أولى ثانوي اللي هي 5 ابتدائي دلوقتي، انضميت فريق التمثيل في المدرسة، وفي ثالثة ثانوي اللي هي النهاردة أولى إعدادي يعني كنت رئيس فريق التمثيل في المدرسة. كتبت مسرح ومثلت وبقيت رئيس فريق التمثيل وبقيت أكتب للمسرح كمان. يعني ده عمر حضرتك 14-15 سنة بالكثير. أنا دخلت الجامعة 15 سنة. والحقيقة عاوز أقول إن النهاردة في ناس كثيرة بتلاحظ إن كتاباتي للأطفال الحوار فيها بياخد جانب كبير جدا من العمل، خصوصا لإبراز العقدة والصراع بين الشخصيات. الحقيقة أنا اتعلمت ده من توفيق الحكيم أولا، وبعدين اتعلمته من وقوفي على المسرح. وأنا أذكر أن الأستاذ توفيق الحكيم وأنا عمري 29 سنة لما أخذت جائزة الدولة الخاصة سنة 1960 عن رواية اسمها أبطال بلد، وسلمها لي الرئيس عبد الناصر بقصة بعتز بيها قوي، قال لي بعد ما قرأ الرواية، قال لي أنا حسيت إنك بتكتب وكأنك واقف على المسرح، أنت حاسس بالمسرح كويس. ده أستاذ توفيق الحكيم. توفيق الحكيم كان رئيس المجلس الأعلى للثقافة أيامها، وقابلته وكان بيرشحني عشان أخد تفرغ للكتابة للمسرح، فأنا المسرح كان هوايتي. إنما يعني أنا شفت أستاذ ده كامل كيلاني كان بيشكو دايما إنه ما تكرمش وما أخدش حقه، وقال قبل ما يموت ب3 شهور يعني لم أجد جائزة إلا جائزة القراء. فما كانش الكتابة الأطفال دي أمل ناس كتير، فكنت مهتم بالأطفال بدليل إن أنا قبل ما أخد جائزة سليماني عبد الناصر دي أنا كتبت روايتين للأطفال واتنشروا قبل يعني قبل أمام يتنشر أبطال بلدنا اللي هي أخدت الجائزة. فأنا كان فيه اهتمام خفي وجانبي للاهتمام بالأطفال، إنما تصورتش إن أنا سأصبح كاتب أطفال خالص، تصورت إن أنا هبقى كاتب مسرح الحقيقة. يعني إلى أن دخلت القضاء واشتغلت في العمل القضائي في هيئة قضايا الدولة محامي عن الدولة، وبقيت اترافع وانا صغير قوي، انا عمري 27 سنة قدام المحكمة الإدارية العليا زي محكمة النقض. وبعدين حسيت انه كل ساعة بتلح علي، طب فين كتابتك اللي انت بتكتبها والمسرح اللي عاوز، لحد ما الدكتور سارة عكاشة سنة 1967
أنشأ قصور الثقافة في الأقاليم. وكان رجل متفتح جدا، فقال أنا مش عاوز موظفين يديروا الثقافة في الأقاليم، أنا عاوز مثقفين، عاوز أدباء، عاوز نقاد، عاوز ناس عايشين في عالم الأدب، عالم الفن والإبداع. فاختارني في بني سويف، واختار محمود دياب في اسكندرية، واختار الرسام هبة عنايت في أسيوط، واختار علي سالم كاتب المسرح طبعًا في أسوان. كنا كوكب الحقيقة، يعني شباب صغير، إنما كل واحد منا في مجاله نبغ. ودي الحياة أستاذ يعقوب. يعني أشكرك على يعني تذكرنا بهذه الرؤية، إن وزير الثقافة يعني حينما أراد يعني إنشاء قصورا للثقافة وضع على رأسها أدباء ومتخصصين في الإبداع وليس موظفين لإدارة العمل الحكومي، وده يمكن اللي كان بيميزنا في الستينيات. وده الحقيقة بيخلي نجاحنا في العمل مش نجاح للعمل، ده نجاح لنا احنا. يعني انا بتولى عمل ثقافي، إدارة عمل ثقافي، ده جزء من نجاحي انا الشخصي. ما هو ده مهم قوي، ان انا امزج ما بين العمل اللي انا مكلف بيه وبين اهدافي الشخصيه. انا لما اخلي العمل الثقافي يزدهر، طب وانا ككاتب عملي ايضا يزدهر. فدي برضو حسن اختيار الناس للمكان، انه انا مش بعمل ده عشان ارضي رئيسي ولا ارضي الوزير، انا بعمل ده عشان ارضي نفسي، ارضي طموحي. صحيح. وده شيء مهم جدا. وابداعك. انا بكتب لمين؟ ما انا بكتب لقارئ، ما بكتبش لنفسي. فليكن عملي ايضا جزء من هذه المنظومه. صحيح صحيح. وده مساله انك تربي كوادر، ده من عاوزين الصف الثاني. ما هو ما تجيبش صف ثاني ملوش، ما عندوش اهتمامات خاصه وتقول له انا هعمل منك نائب وزير، ما ينفعش. لازم اختاره وعنده اهتمام اصلا من زمن طويل بشيء اللي هيتولاه بعد كده، عشان يشعر ان نجاح العمل هو ايضا نجاح لامله واحلامه في المستقبل. هو ده طبعا فكره ناجحه من وزير كان ناجح جدا، لانه كان بيعرف يدور على مين قلبه على الشغل اللي هو ناوي يحد بيه. لا، وفكرة ان المبدع هو كمان هو المسؤول عن العمل الثقافي، يعني هو مبدع ومسؤول عن العمل الثقافي، مش موظف مستني مرتبه في نهاية الشهر. طب انا هسأل حضرتك سؤال، يعني غاوي ادب وتمثيل ومسرح وكتابة، ايه اللي دخل حضرتك كلية الحقوق؟ ليه ما دخلتش كلية الاداب مثلا؟ انا هقول لحضرتك، انا قلت كنت غاوي مسرح، فانا عدت وازن بين الاداب وبين الحقوق. قلت لا، شغلة الاول كان كل خريج الاداب ما بيشتغلوش الا مدرسين، مدرس ده يبقى هادي قوي واعصابه ماسكه قوي، انما المحامي انا شفته في السينما بقى واقف بيمثل، يعني بيترافع ويخلي المتهم ياخد براءه او يفشل فيشعر بالاحباط. شعرت انه الممثل فيه، المحامي فيه جزء من التمثيل، جزء. اوكي. وده اللي وجهني الى كليه الحقوق، شخصيه المحامي الذي يدافع عن الضعفاء وعن المظلومين والى اخره. مسألة بشوف كانت برضو لها أبعاد، يعني الفن والإبداع هو اللي مسيطر حتى على اتجاه اختيارك الدراسة هتختار. إنما لما اشتغلت في القضاء بقى، القضاء عمل ما لا يتحمل ضره. تقولي هشتغل هنجح في القضاء وانجح في الأدب، توفيق الحكيم هرب برضو. صحيح. يعني كان بيشتغل وكيل نيابة. صحيح. وراح تحقيقات وزارة التربية عشان يبعد عن العمل القضائي. كان صحيح. لما نقرا يوميات نائب في الأرياف، كان ينزل من القطر يركب حمار عشان يروح يحقق في قضية. يعني صحيح. فعلا عمليه بتاكل الوقت، هي اديته خبره طبعا. ولما نقرا يوميات نائب في الارياف، خبره انسانيه عظيمه بكيف. صحيح. يتقبل الانسان البسيط القانون. ثقب متسع من حشار بندقيه اطلقت عليه من مسافه غير بعيده، فهتكت اللحم وانزفت الدم. رجل قارب 30 وسيم، تبدو عليه الصحه والقوه، على صدغه وشم العصفوره. وكم زغلوله مدفونه في الرز؟ حاضر يا سعاده البيه. وكم بيضه ماليه بالزبده ما يمنعش، بس ما تكترش، البيه النايب اكلته ضعيفه. سروال بافتة ابيض له دكه من نفس اللون. التحقيق علمناه كده كابرا عن كابر. فالعمل القضائي عشان اعيش معاه جيدا، وهنا اداني خبره، انا قعدت 13 سنه بشتغل في العمل القضائي. العمل القضائي بيدي خبره واسعه جدا في النواحي الانسانيه. وبعض الناس ما تعرفش ان القاضي الجنائي ممكن يسمع 20 شاهد، ياخد بشهاده واحد ويرفض 19. بيحكم ضميره، بيحكم رؤيته اللي قدامه ده، في لمحاته، في طريقته، في الكلام، في تلجلجه، ده صادق ولا كذاب. فالقانون بيديله الحق انه يرفض، يقول لك وانا لم اطمئن الى شهاده 19 دول، واطمئنيت لواحد ويحكم بناء على هذه الشهاده. يعني في الاخر قدامه القانون، بس القانون ده قبل القانون في بشر، والبشر ده دول ليهم اتجاهات وانفعالات، وعشان كده القانون عمل الظروف المخففه، عمل جريمه تستحق الاعدام ويديله حبس بس او سجن 5 سنين. ليه؟ لانه لقى ان ظروفه اللي طاغت عليه تسمح بان انا اقول هو ده يستحق الاعدام او الاشغال الشاقه، بس في ظروف اقوى منه، وده بقى
حاجات بتخضع ليه تقدير القاضي ونفذ القانون. قاضي طبق القانون ولكن ايه؟ ولكن اخفض العقوبه الى كذا او يحكم بالعقوبه ولك ومع ايقاف العقوبه. كل ده ليه؟ تغليب الناحيه الانسانيه على مجرد. طيب. أنا سعيدة الحقيقة أن الدراسة اللي حضرتك درستها للحقوق لا تزال تسيطر عليك بذهن حاضر يعني بتفاصيلها يعني. ويمكن ده خليني أسأل بس في مرحلة تانية لرؤيتك لما يتم إصداره من قوانين أو قرارات قضائية. بس أنا هسأل حضرتك دلوقتي، أول قصة للأطفال كتبتها وحسيت فيها أن أنت كاتب أطفال كانت إمتى يا أستاذ يعقوب؟ وأنا في المدرسة كنت سمعت قصة من جدتي. أنا كان جدتي والدة والدي كانت عندنا في البيت وكانت صحتها تعبانة، فكانت تقعد دايما في سريرها وأنا كنت أقعد في حضنها تحكي لي حواديت. فحكيت لي حدوتة أنا ما انساهاش، هي انتشرت بعد كده باسم خاتم السلطان في المكتبة الخضراء. قصة بتحكي عن صائغ الدكان بتاعه قدام قصر السلطان. كل ما يصحى الصبح يقول يا فتاح يا عليم يا رب يا كريم، قدرتك عظيمة وعلى كل شيء قديرة، حتى إذا حاجة وقعت في البحر تجيبها البر. السلطان عاوز ينام للساعة 10، ده بيروح شغله يفتح شغله من الساعة 7. أيوة. فزهق قوي من الراجل اللي كل يوم يقول يا فتاح يا عليم ويقلقه من النوم. بيقلقه من النوم. قال هاتوه. جابه. قال له أنا عاوز منك حاجة. قال له هاجي لك الدكان. راح للدكان قال له ده الخاتم بتاعي اللي ثمنه مليون جنيه يعني أو أي حاجة، اعمل لي واحد زيه. واديني كوباية مية. فالراجل طلع بسرعة راح واخد الخاتم حطه في جيبه. ده السلطان. السلطان في الدكان. رجع جاب له المية. ما لقاش الخاتم. وبعد ثلاث أيام اوعى ده غالي قوي لو ما جبتوش هقدر هقطع رقبتك، وعاوز يتخلص منه. فالسلطان مشي، الراجل بيدور في الدكان. ما لقاش الخاتم. فروح البيت مهموم. فمراته هنا شوف أنا من زمان بدري دور المرأة بقى. هديته كده وقالت له معلش تعال ندور الدكان مع بعض. ملقوش. قالت له ربنا يفرجها مفيش فايده، هو حزين قوي. لحد ما تالت يوم بياع سمك لقت بتفتحها السمكه لقت قلبها خاتم. الخاتم. فشافه قال الله ده هو ده اللي انا بدعي ربنا كل يوم. شوفي كان مسيطر عليا قوي انك انت بتفكر تفكير بشري محدود، انما ربنا بيفكر لك تفكير غير محدود. فقال في قلب سمكه تشتريها مراتك تطلع فيها الانقاذ دي. فراح برضه قالوا الملك قال له انت لسه بتبتسم؟ قال له يا مولاي ما بتبتسمش ليه؟ قال له يعني عملت الخاتم؟ قال له هو طبعا السلطان فاكر انه مستحيل بقى اتاري انه ربنا انقذه. فشوفي قصه فيها العامل الانساني والايمان وازاي الانسان اللي بيتكل على ربنا ممكن يحل له اعقد يعني حل طبعا حل حواديت يعني. صحيح. هذه الحواديت احيانا بتحصل كتير قوي في حياتنا احنا مش واخدين بالنا. صحيح. تكون ماشي وعربيه ممكن تقتلك وبعدين تتجنب انت يعني في لحظه حد يشغلك كده او توقف تتكلم في التليفون بتاعك وتطلع على الرصيف وانت تكون ما خبطتش الخطوه اللي فيها موت. صحيح. حقيقي في حياتنا في معجزات كثيره جدا، ان احنا للاسف بندور على الاصابات وما بندورش على الرسائل الحلوه. ودي كانت اول قصه حضرتك تكتبها. كتبتها مسرحيه. وبعدين حولتها مسرحيه عرايس ومثلتها في المدرسه اخر بقى ومثلناها في المدرسه، ولما كبرت حولتها الى قصه في المكتبة الخضراء لسبب بسيط. وكانت أول قصة. الناشرين لا يرحبون بنشر المسرح، والمسرح نفسه أنا حاولت إن أنا يعني كان مغلق كتير يعني العمل في المسرح شاق، مش ساعة برواية تتقدم على ما ناس تقبل عملك وتشعر إن أنت يعني أنتوا في ناشرين لما تعرض على المسرحية فوق قصة يقول لك لا معلش مش خلي القصة ما بتوزعش كويس. فيمكن ده أحد الأسباب برضو إن أنا ركزت فيها قوي على كتابة القصة وليس على. وكانت أول قصة الأستاذ يعقوب الشاروني كان خاتم السلطان. ما كانتش قصة أطفال. كانت مسرح. مسرح. وحولتها مسرح بشري، مسرح عرايس، ثم أعدت كتابتها للمكتبة الخضراء. المكتبة الخضراء. وكانت دي البداية. وكانت البداية. يعني الحقيقة حتى. طبعت لحد النهاردة حوالي 16 طبعة بالمناسبة يعني. قصة خاتم السلطان. وكان يعني أنا حابة بس قبل ما نخرج فاصل، حابة إن أنا أعرف مردود استقبالها كان إزاي يا أستاذ يعقوب. والله من انجح القصص يعني بتجيلي وقتها حتى النهارده بتجيلي. لا انا هتكلم على وقتها. لان اعتقد ان لما يكون حد بيكتب مسرح وشغال في القضاء وبعدين يكتب للاطفال ده تحول خطير في مسار اي حد. مردودها كان ايه ساعتها على حضرتك؟ انا اقول لحضرتك هو مش مردود مفاجئ ولا حاجه يعني. انا لما اخذت جائزه سليمان علي عبد الناصر دي 60 واخذت جائزه المركز الهيئة العامة للمسرح والموسيقى
في سنة 62 وطلعت الأول فيه برضو يعني مرتين. ده اللي شجعني أولا أن أنا أبقى عندي ثقة أن أنا لو سبت منصبي الكبير قوي في القضاء أنا واثق من خطوتي. لأن لما أدخل مسابقتين، مسابقة الأولى أطلع الثاني، يطلع تاني بعدي علي أحمد بكثير، وهو كان وهو من هو أيامها لما طلعت الأول أنا كانت نمر سرية، والتانية أطلع الأول على محمود دياب. فالحاجتين دول قالوا لي إذا سبت القضاء أنت مش خسران. فقررت نسيب القضاء، بس بعد إيه ما عرفت أين موضع أقدامي، أين أنا في وسط الكتاب. الآخرين ودي مسألة حقيقة مهمة قوي للأديب اللي ما فيش في حركة نقدية بتتابع مساره حقيقي صحيح. يعني إنما المسابقات يعني قد يكون في هدف يعني مكافأة مادية قد يكون، إنما الحقيقة أهم شيء إنها بتقول للأديب أنت تسير على ضرب صحيح. كمل، وده شيء، وده شيء كمل بقى، كمل وسيب الأشياء الأخرى اللي بتعطلك عن التركيز في العمل الأدبي. العمل الأدبي لا يكتمل أبدا في يوم أبدا. العمل فكرة، أولا الاهتمام، أنت بتهتم بقضية، بتهتم بالمعاقين، بتهتم بان ليه مصر بتعيش في 4% وما تعيش في الصحراء؟ ليه الناس ما بتكتبش عن البحر وامكانياته غير طبعا المدن السياحيه دلوقتي، واحنا عندنا 2400 كيلومتر شواطئ بحار، دي ثروات. احنا بنخاف من البحر، احنا يعني حتى ايام الفراعنه احنا مش شعب بحري، احنا كانت الصحراء بتحدنا من ناحيتين واحنا عايشين في الوادي. كان نادر اللي بيفكر انه يروح البحر لحد ما حتشبسوت جت عملت رحلتها الى بلاد بونت، وعشان كده كانت رحله متفرده جدا في تاريخ الفراعنه. يعني انا هقف هنا الحقيقه استاذ يعقوب لاني مضطر اخرج فاصل، لكن فضل. الحديث مع الاستاذ يعقوب الشاروني مش بس هو خاص بادب الاطفال، لكن هو متصل بالتاريخ، متصل بالوضع الاجتماعي، متصل باحوالنا، متصل حتى بطريقه تفكيرنا في الحياه. اللقاء مع يعقوب الشاروني هو موسوعه، يسعدني ان اكون الليله معاه، يعني شرف لي بكل ما تعنيه الكلمة أستاذ يعقوب. تحياتي من طفلة كنت أقعد فيها. لا تحياتي ده اسم البرنامج. فحنكمل بعد الفاصل ونشوف حضراتكم مرة تانية. ده لحظة الحقيقة يجب أن تدرس وتغير حياة إنسان. لازم أصير قضاء وتفرغ لعمل الأدب. أنت كان إحساسك إيه أستاذ يعقوب في اللحظة دي؟ حسيت إن ده هو جايز الحياة. عمل ولا قطعة صفحات ولا انا اخدت فلوس قد ايه، انا مساله في الاخر ان تكون مؤمنا ان انت عملت شيء باقصى ما يمكن ان مواهبك تقدمه، وده اللي هيخلي عملك تعيش ويخلي اسمك محترم حتى لو النتيجه دي ما جاتش بسرعه. اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم مع استاذنا يعقوب الشاروني، واحد من اهم كتاب الاطفال في العالم العربي. والحقيقه يعني سعيده بهذه الجلسه اللي بتتيح لي التقرب او الاقتراب من استاذنا يعقوب اللي على ايديه اتعلمنا او كبرنا او وسع خيالنا. استاذ يعقوب، في قصص المكتبه الخضراء واحنا اطفال كنا لما نقراها يعني ممكن تبقى الحدوته خياليه قوي، وممكن تبقى غير واقعيه، وممكن يبقى فيها كمان نهايه حزينه. انت كنت بتكتب لينا واحنا صغيرين على اساس ايه؟ ان الجيل ده كان جيل يستوعب عقله الخيال والتضحيه والقيم بشكل ما تقدرش تكتبه النهارده، لان الجيل النهارده جيل مختلف، جيل التابلت والكمبيوتر والفضاء، وبالتالي الخيال الادبي بالنسبه له مش موجود. هل احنا كنا جيل مختلف يا استاذ يعقوب تقدر تكتب له اللي انت عاوزه لكن دلوقتي لا؟ انا عاوز اقول حاجه، على الكاتب والاديب ان يعايش العصر اللي بيعيش فيه والاحداث العالميه والتفسير الاقتصادي للسياسه، لان السياسه دي لا تنفصل، وده اللي اتعلمته لان دراسات العليا بعد الحقوق كان اقتصاد، واخدت دبلوم دراسات عليا في الاقتصاد السياسي والاقتصاد التطبيقي. خلايا النهارده لا ثانيه لا انظر الاشياء الظاهريه. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده، يعني حضرتك بعد ما خلصت حقوق واشتغلت في القضاء وكمان كنت بتقرر انك يعني انت بتكتب او بتمارس هوايتك في الكتابه، كمان اخدت دراسات في الاقتصاد؟ اقتصاد، لاني امنت انك اذا اردت انك تفهم العالم كما يجب لازم تفهم الدوافع الاقتصاديه في عصرنا الحديث. السياسه الان هي ترجمه للاقتصاد، واللي ما يفهمش ده صحيح. مش هيفهم سياسه صحيح. بس وانا موافقه حضرتك، عشان كده درست وكنت بحضر الدكتوراه بالمناسبه بقى عن السوق المشتركه العربيه. شوفي سنه كام؟ سنه كام كانت الدراسه دي؟ كانت خرجت من 52، اخذت دبلوم الاول 55
55 و58 اخذت الدبلوم الثاني، وبعد كده ابتديت افكر في رساله عن التعاون المشترك اقتصاديا بين العالم العربي. شوف الفكره كانت من زمان، وكان في ناس كتبوا ارهاصات بالمسائل دي، وابتديت احضر فدا الماده بتاعتي وابتديت اتفق، وبعدين اخذت الجائزه للدهاني عبد الناصر. فسبت القضاء وتفرغت للادب، وتفرغت في داخلي للادب. وبرضه بالمناسبه حضرتك بتقولي ليه، انا عاوز احكي قصه برضه. اتفضل. قصه عبد الناصر وبيسلمني الجائزه دي. اتفضل. قصه يعني، لان انا بعتبر انا وانا صغير وانا في ثالثه ابتدائي اخذت جائزه من مدرس العربي لما لقاني في حصته مشغول بحاجه تانية وبيسالني بتعمل ايه، قلت له بكتب روايه. فالراجل استغرب وحب يهزقني قدام الولاد، بس هو كان انسان عائل، استاذ عائل يعني، بدل ما يقطع الورقه ويرميها قال لي طب قوم اقرا لنا حاجه من اللي بتكتبه. انا في ثالثه ابتدائي 19 سنين، وقفت قريت فقره من اللي بكتبه. كان رد فعله طبطب على كتفي، اقعد يا ابني ربنا يفتح عليك كمل روايتك. كنا راجع من اخر السنه المواد بتاع طالب 10 سنين 9 سنين قاعد يكتب روايه ويقراها بخيال جيد، فهو شعر انه لا اتشغل انت مش محتاج ان انا راجع معاك المذكره اللي انا بعملها مع بقيه التلاميذ. دي كانت اول جائزه الحقيقه. الله عليك. الجائزه الثانيه بقى مسرحيه اسمها ابطال بلدنا عن انتصار المصريين على حمله لويس التاسع اللي وصلت المنصورة. الى المنصوره واثاره في دار ابن لقمان. الحمله الصليبيه التاسعه. واللي اقترح الموضوع ده كان عبد الناصر، لانه كان كتب قبل كده روايه كان اسمها في سبيل الحريه عن انتصار المصريين على حمله فريزر السابقه على حمله في رشيد 1807. لا ثانيه واحده معلش يا استاذ يعقوب، من اقترح كتابه روايه ابطال بلدنا كان الرئيس عبد الناصر؟ الموضوع كان عبد الناصر بنفسه. قال لك لماذا لا نخلد اعمال مصر العظيمه في اعمال ادبيه؟ ده كان بيؤمن ايمان قوي جدا ان اللي بيفتح اذهان الناس، اللي بيعمل التطور مش السياسه، انما الادب والثقافه. لا بس دي نقطه مهمه قوي يا استاذ يعقوب. ان يهتم رئيس الدوله في فتره يعني وصفت بانها فتره نمره واحد تحرر افريقي وتحرر عربي وبناء دوله وحروب وصراعات في المنطقه وتكتلات سياسيه في كل العالم، دول عدم الانحياز، دول شمال افريقيا بتتحرر، دول افريقيا، الهند، ان يهتم بالثقافه والادب لبناء الانسان، ويروح يسلمنا يقترح الموضوع ويسلمنا الجائزه بنفسه. وعمل حاجه اكتر. ايه بقى؟ أنا استلمت الجائزة، وبعديها بكثير استلم الجائزة، وبعدين شخص ثاني استلم الجائزة الثالثة. وبعدين المعاونين بقى اتفضل يا ريس، كان عبد الناصر لما يخطب 20 ميكروفون كده والعالم العربي يسكت زي أم كلثوم، يقعدوا يسمعوه في بيوتهم. 20 ميكروفون، وقالوا اتفضل يا ريس، تصوري بقى عامل ايه الريس؟ ايه؟ يشاروني، أنا أول مفاجأة، حافظ اسمي، ما احنا ياما بنسلم جوائز ما نحفظش اسم حد، حافظ اسمي. قلت له يا فندم، قال لي أنت كاتب كلمة تقولها؟ ده كان فين يا فندم التكريم ده؟ كان فين؟ كان في المنصورة، ودي قصة برضه. كان المفروض ان احنا نعمل توزيع الجوائز داخل محافظ داخل القاعه بتاع المحافظه دي 300 كرسي. ايوه. البيدان بتاع الرئيسي بتاع المنصوره قدام مبنى المحافظه في 500,000، فالرئيس جايب عربيته مش عارف يدخل عشان يوصل للقاعه. قال لهم هنوزع الجوائز فين؟ قالوا في القاعه. قال لهم ليه؟ ما تنقلوا ميكروفونات في الشرفه بتاعه المبنى المحافظه اللي بتطل على الميدان والناس تبقى قاعده. فجاه نقلوا الميكروفونات من القاعه الى الشرفه قدام في تعرف المباني القديمه السرايات القديمه اللي حولت محافظات، في سلم كده يطلع من ناحيتين وفي شرفه قدام صحيح المدخل الرئيسي. صحيح. فهو وقف يخطب في متوزع الجوائز واحنا على فوق السلالم دي، فبصيت لقيت بيقول لي اتفضل، وبدل ما اقرب للميكروفونات بعد نص متر كده وعلى كتفي وقفني قدام ال 40 ميكروفون، وقلت كلمتي اللي انا محضرها في 7 دقائق، انما انا بقول ببقي وفكري بحاجه ثانيه. ايه هو؟ ده مش تكريم بس، ده اقدمك عليه. ده العالم كله بيسمع كلمتك. الحقيقه وانا بقي هذه وانا برقي كلمتي دي كنت بقول انا بعد لازم اسير القضاء وتفرغ للعمل الادبي. ما اتيحتش الفرصه غير بعدها ب7 سنين لما الدكتور ساره الحكاشه قال لي تعال اشتغل معانا. لا بس انا هقف عند اللحظه دي. اصول الثقافه بقى. لا انا عايزه اقف عند اللحظه بتاعه المنصوره، شرفه المنصوره، لانها لحظه الحقيقه يجب ان يعني تدرس. رئيس دوله تبهر طبعا رئيس دوله وتغير حياه انسان في ظروف غير طبيعيه، بيهتم بالادب ويهتم بصناعه يعني الفكر والوعي لدوله لامه عبر تاريخها وعبر مواقف خلدت نضالها او كفاحها. ده نمرة 2 فيقترح الموضوعات. نمرة 2 يعني يحضر بنفسه
مسابقة للتكريم أو لتسليم الجوائز للمكرمين أو للفايزين، اللي هي برضو معلش يعني كانوا لسه شباب مش معروفين، يعني مش أدباء مشهورين، يعني مش جاي للأستاذ طه حسين أو للأستاذ توفيق الحكيم. لا طبعا كان اسمي محدش يعرفه طبعا أيامها لسه، أنا اشتهرت بعد الجائزة دي طبعا. نمرة ثلاثة، أن يقدم هؤلاء الفائزين عليه في الحديث للتصدي للجمهور وطرح رؤيتهم. أنت كان إحساسك إيه يا أستاذ يعقوب في اللحظة دي؟ يعني وبغض النظر حسيت طبعا، حسيت إن ده هو الجائزة الحقيقية مش الظرف اللي في الفلوس. هي الجائزه كانت قد ايه يا استاذ عبد الله؟ كانت 1000 جنيه ايامها، النهارده تساوي 50000 سنه 60 بالظبط. ال 1000 جنيه تساوي النهارده، كانت جائزه الدوله التقديريه كانت كده، كانت تساوي الجائزه التقديريه ايامها. ده مبلغ كبير قوي وقتها ايامها طبعا، انما جائزتها كانت 15 جنيه، كان خريج الجامعه بياخد 15 جنيه صحيح. فالجائزه ما تبقى 1000 جنيه يعني حاجه قبها حاجه قبها طبعا يعني. طب انا هسال حضرتك، دار حوار ما بينك وما بين الرئيس عبد الناصر بعيدا عن الميكروفونات بعد كده، ولا هي دي كانت المره الوحيده فقط؟ المره الوحيده بس، مرة وحيدة ملأتني ثقة بنفسي وبقدرتي على أن الدولة هتقدر ده وبتقدر ده. على فكرة عبد الناصر كان مثلا معجبين قوي بتوفيق الحكيم، وبالذات رواية اللي اسمها عودة الروح صحيح. اللي بتتنبأ بأن في زعيم سيأتي ويقود صحيح. ويغير الأمور صحيح. وهو ده يعني اللي احنا مسألين دلوقتي القوة الناعمة. وأنا رأيي أن القوة الناعمة النهاردة هي أقوى ما في يد مصر النهاردة، تروح بيها البلاد العربية، تروح بيها أفريقيا، تروح بيها حتى البلاد الأجنبية. القوة الناعمة، المسرح، الفنون الشعبية، الكتاب اللي عايزين نترجمه، احنا في ترجمة دلوقتي مركز قومي للترجمة كتر خيره بيترجم لنا، وانا بشرف فيه على كتب الاطفال. انما احنا عايزين الترجمة العكسية. هرجع تاني لموقف جائزة الدولة التقديرية او التشجيعية في اللحظة، كانت تشجيعية ولا تقديرية؟ كان في تشجيعية وكان في تقديرية، والجائزة ما كانش في فلوس. والجائزة دي بتاعت التفوق، جائزة التفوق ما كانتش. طيب انا هسأل في الجائزة دي أستاذ يعقوب، يعني إذا نطينا بالسنين عبر الزمن من سنة 1960 لسنة 2017، إيه الرسالة المستفادة من هذه الجائزة أو من هذا الموقف؟ هل صناعة البشر بقت مبدأ أولي يجب على الدولة أن تنتبه لي؟ هل صناعة الفنون ولا القوة الناعمة لمصر في كيفية الوصول إلى العالم برسالتها المثقلة بحضارات يعني متراكمة على مر التاريخ؟ هقول لحضرتك واقع. تفضل. احنا اول بلد ابتدينا نعمل جائزة لأدب الأطفال. الآن كل بلد عربي بتعمل جائزة لأدب الأطفال، بعض جوائزها بيفوق جائزة مصر اللي هي 400,000 جنيه. ليه؟ اللي عملته مصر لأجل الأطفال سمع قوي في العالم العربي، وابتدى كل، أنا كنت في مسقط الأسبوع اللي فات بحضر معرض مسقط الدولي للكتاب، وشهدت هذا الاهتمام غير الطبيعي بالأطفال. وزير الإعلام قاعد معايا ساعة بيكلمني على أحلامهم، زي هاي بيمهدوا جيل مثقف قارئ. فأنا برضو حبيت أتأكد، رحت لقيت تلت مساحة المعرض، عاملين قاعة معرض جديدة جدا، مش بنايات ولا حاجة، ساحة فدانين يعني قاعة واحدة، وتلتها مخصص لأنشطة الأطفال. وقفت أتفرج على الأطفال على المسرح، طفل بيعمل مسابقة الأوائل، والطفل عمره 10 سنين 11 سنة، ولد لامع جدا هو اللي بيقود المسابقة ويدي الأسئلة. فعلا ده لو بقى مذيع في التلفزيون أو الإذاعة بقى هيكون على أنجح. شوف أنا يعني حبيت أقول الوزير، نزلت أشوفه بنفسي فعلا، وزارة التربية مع وزارة الإعلام مع وزارة الثقافة وكده، كله بيتعاون في انه يدي فرصه للجيل الجديد. بقول له طب ولقيت الواد العبقره ده منين؟ قال احنا اعلنا مين يحب يشارك في المعرض. قال لي الاسر بعتت لنا عدد كبير قوي، واحنا جبنا الولاد ولقينا افضلهم. فقلت له بس انا نفسي بقى تكملوا ده مثلا ايه بالتربيه الوالديه، كويس انكم لقيتوا الولاد كويسين، عشان نستمر معاهم لازم الاسره تبقى معانا. وديته كتاب لحضرتك قدامك ده اللي اسمه ابناء اكثر نجاحا، ده كتاب في 80 قصة للأباء والأمهات كيف يتعاملون مع الأبناء. أنا هرجع له ده في يعني حوار لأنه مهم قوي. هاي. لكن أنا عايز أركز تاني يا أستاذ يعقوب في الرسالة اللي توصل النهاردة لصانع القرار في مصر. هل سقط الأطفال سهوا من اهتمامات مصر بعد 2011، ولا عمدا، ولا الظروف مش مساعدة، ولا هو الأدب والفنون والثقافة متراجعة في مصر يعني على مدار الست سنين الأخارة؟
يعني ويجب علينا دق ناقوس الخطر. قريت النهارده في الاهرام عمود الاستاذ فاروق جويده، شوف بقى انا متابع الجرايد وبتابع اعمده معينه، بيتكلم بيقول عيد العلم ليه توقف منذ 17 سنه؟ كان كل اللي بياخدوا جوائز الدوله من التشجيعيه لحد التقديريه بيسلمهم رئيس الدوله، توقف هذا التقليد. قال في كتير قوي من الادباء ورجال العلم اللي بياخدوا جوائز، الجوائز دي ما كان اكتر من الجائزه اللي كان بيسلموا الشهاده سرا كده هي والظرف اللي فيه الفلوس. فقالوا لا احنا والله قبل ده كله كنا عاوزين نشعر بتقدير المجتمع والدوله. بالظبط. وبيدعوا ان احنا لابد ان بيناشد رئيس وزير الثقافه بيقولوا لازم نعيد عيد العلم عشان الناس دي اللي ماتت وهي شعره انها ما كرمتش كمان، يعني تقول ما بياخدوا جوائز. لا لا مش الهدف الجائزه، لا هي بس عيد العلم اللي احنا محتاجين نرجعه يا استاذ يعقوب، ولا كمان عيد الطفوله برضه. ولا يعني اعياد الطفوله دي كانت اعياد مقدسه في مصر على جيلي انا، يعني انا بدي حضرتك نموذج للاجابه على سؤال حضرتك. اتفضل. احنا في حاجات كتيره فعلا لازم ترجع نهتم بيها. يعني انا اقول لحضرتك، انا من النشر لي حاجات في مكتبه الاسره، بعضها كتب يعني مثلا سير ملكة الملوك بتاع نهضة مصر وحكاية رادوبيس بتاعت دار الياس، وطبعا يعني لما كانت بتنجح كان وزارة التربية والتخريب بتقول كانت بتجيب فلوس. إنما الحقيقة قبل ما نتكلم على مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع، عاوز أقول إنه المهرجان القراءة للجميع لحد النهاردة سايب أثره. ليه؟ إنه شغل الناس 360 يوم بالكتاب. صحيح. كل يوم في اخبار عن الكتاب. صحيح. كل يوم صحيح. في محافظه، المحافظات مهتمه بالكتاب. صحيح. احنا عاوزين نعمل بحث اعلامي نقول لاخواننا من غير كتاب يقروا ولادنا مش هننجح. صحيح. وهنا المكتبات الحقيقة المدرسيه فين؟ كل ده لازم يعود، كل ده لازم يرجع مع كل ما نعانيه من ظروف اقتصاديه. انما انا شايف انه لو ابتدت الفجوه دي تكبر هنطلع جيل شكله ايه؟ يعني مغير. يعني تربيه الطفل لا تؤجل، لأن إما أن نملأه نحن بالثقافة والعلم، وإما الأخفار أن يملأه الآخرون خطيرة هتملأه. أنا هاخد النقطة دي الحقيقة وتبقى هي ختام هذه الجزئية في الحلقة، أنه يجب أن تعود للطفل كافة الحقوق والاهتمامات. ودي رسالة الحقيقة مش أنا اللي هوجهها، لكن أستاذنا يعقوب الشاروني هو اللي بيوجهها، أن تعود للطفل في مصر كافة الاهتمامات، لأن هو نكون أو لا نكون بالأجيال وتصنعها بصناعتها، كيفية صناعة الأجيال المقبلة لا تؤجل أيا كانت الصعوبات أو التحديات، بجهود دولة وجهود كافة القطاعات في المجتمع. تحياتي لحضراتكم. هنكمل بعد الفاصل حوار مستمر لا يتعلق فقط بالسيرة الذاتية لأحد أهم أعمدة كتاب الأطفال في العالم العربي، ولكنه يتعلق أيضا بالشأن المصري وصناعة البني آدم. تحياتي لحضراتكم ونكمل بعد الفاصل. كان في دولة حاضرة بتصنع خيال نشاط أطر الثقافة ببلاش، أنا قلت لا، هيدخلوا بتسعة مليك بتوجع فيا وتغز فيا كل شوية. ساكت ده أحيانا يبقى أحسن من اللي أنا يعني. كتاب سينا يعني إيه خيال طفل، إن بتعامل معاه بجميع الحواس. ذكاء الإنسان في سن 18 سنة يساوي 100، 30% من هذا الذكاء والقدرات العقلية بتتكون من سن يوم إلى سنتين، وقبل 4 سنين 50% من الذكاء والقدرة العقلية بتكون تكونت. بنعمل ايه احنا باطفالنا خلال 4 سنين الاولى من حياتهم اللي بتكون فيها 50% من ذكائهم وقدراتهم العقلية؟ اهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الثالث من حوارنا مع استاذ يعقوب الشاروني. والبداية قبل الفاصل كنا بنتكلم فيها عن صناعة الطفل المصري ازاي تكون في السنين الجاية. أستاذ يعقوب، يمكن سؤالي الأولاني في الفاصل اللي فات كان عن خيالنا وإحنا أطفال، لكن جرنا إلى قضايا أكثر أهمية. هرجع تاني مع حضرتك لفكرة بناء الجيل اللي جاي، لأن هو ده المحك الرئيسي اللي بتبنى عليه المجتمعات، صناعة الجيل اللي جاي. حضرتك شايف هل الآن ما نقوم به في مصر من بناء أجيال أو تطوير تعليم هل يتسق صناعة المستقبل، ولا إحنا متأخرين خطوات وراء أو تراجعنا خطوات وراء؟ تراجعنا خطوات وراء. أنا عاوز أحكي لك جزء برضو مرتبط بالموضوع بتاع الحلقة.
اما حكيت لك ان انا رحت بني سويف سنه 67 كان مخي قوي ان انا هشتغل مع الكبار كرئيس لمركز ثقافه او مدير عام الثقافه، بس شغلي في اصل لان في بيوت ثقافه بتتبع قصر الثقافه في بني سويف على ده كله. فانا رحت بشتغل 6 ايام في الاسبوع، نادي سينما ولادي مسرحي لاخر، ويوم الجمعه الصبح من 9 ل 11 بعمل حفله اطفال في بني سويف. في بني سويف سنه 67 مش في 2017، ما عندناش الكلام ده في بني سويف. بعمل حفله للاطفال. اول مره اول اسبوع رحت قلت الكبار بيقولي بالليل، انما الاطفال يوم الجمعه الاجازه. من 9 ل 11 وعملت حاجه اغرب، كانوا كان نشاط اصول الثقافه ببلاش. انا قلت لا، هيدخلوا ب 9 مليم. يعني 9 مليم يعني قرش الا مليم، قرش الا مليم. كنت كانت التذكره ب 9 مليم، كان يدفع قرش نديله مليم. ليه؟ كانت التذكره اللي بقرش عليها ضريبه تبقى 13 مليم. فعشان ما ندفعش ضريبه واعد الحاضرين، وعشان الطفل يشعر انه اذا كان بيشتري بونبوني من مصروفه فاصل الثقافه ده يساوي بونبونايه يعني. صحيح، كان جزء من ان انا يعني ان الخدمه التي يحصل عليها لها قيمه ولها ثمن بالضبط. فعليه ان يسعى لها. وطبعا كنت بقول له يعني البس حاجه في رجلك واغسل جلابيتك، يعني لازم يشعر المكان ده محل احترام. بالظبط، محل احترام. ده جزء من بناء الانسان. وبعدين كانت قعدتي معاهم ساعتين، انا 100 200، اخر 3 اشهر لقيتهم 1000 طفل. واحيانا الكراسي ما تقضيش، فالولد يجيب اخته تقعد معاه على الكرسي بتاعه. والاغرب لقيت امهات جايين مع الولاد في بني سويف، وده المربع في بني سويف سنه 67 67 طيب. فانا سالت ام من الامهات دي، انت تحس انها جت مرتين ثلاثه، انت بتيجي مع ابنك دي حفله اطفال والقصر مش بعيد، لما بيروحوا مدرستهم الصبح لوحدهم. فضحكت كده، قلت لها ايه في ايه؟ قالت لي ابني بيروح المدرسه 6 ايام في الاسبوع، عمره ما جاء قال لي المدرسه بيحصل فيها ايه. انت بيجي لك ساعتين يوم الجمعه طول الاسبوع. الاستاذ يعقوب قال لي، الاستاذ الشرقي قال لنا، خلاني اطلع على المسرح، سقفوا لي، جاوبت على سؤال. وجيت اعرف الساحر ده اللي اسمه يعقوب الشرقي بيعمل ايه لولادي ساعتين يوم الجمعه الصبح. سالت امهات اخرين وجدت نفس الاجابه. كنت امشي في شوارع بني سويف رايح ازور حد، وملاقي اولاد بيلعبوا الكوره، يسيبوا لعبهم، ازيك يا استاذ؟ يا حبيبي تعرفني؟ قال لي ما انا باجي لك يوم الجمعه الصبح وبتسالني وبتسقفوا لي. انا ادركت ان كنت بتصور ان مستقبلي في الكتابه المسرح. الاطفال اقنعوني اسيطر على 1000 طفل ساعتين. صحيح. دي عمليه مرعبة. اي حد يقول لك مستحيله، مرعبه. لا، كنت بسيطر على الاطفال ساعتين، وكان ادواتي ما كانش في سينما، كنت بجيب شرايح فانوس سحري احكي لهم بيها قصص الاطفال العالميه. وما كنتش انا بحكي، لا، انا في قدامي صوره، طلع واحد واحد شايف ايه في الصوره، وببني لهم القصه من خلال تعليقاتهم على الصوره. يعني انا بحكي الحكايه بشك معايا 40 50 طفل يطلع يحكي القصه. وده النهارده بنقوله في كتب الاطفال، الاطفال بيتفرجوا على الصور قبل ما يقروا الكلام. إذا ما عجبتهمش الرسوم مش هيقرا الكتاب. الأطفال بيهتموا بالصورة لأنه ثقافة الصورة ثقافة مبكرة عامة. أستاذ يعقوب، عشان بس أنت إيه قاعد بتوجع فيا وتغز فيا كل شوية، يعني تقول لي مش عارف القصة يعني فزت بيها أبطال بلدنا فمش عارف حصل إيه، قاعد تغز فيا كل شوية. أنت دلوقتي قاعد أيوه، يعني أنت في 67 في قصر ثقافة بني سويف كل يوم جمعة عندك ساعتين للأطفال تقعدهم وتحكي لهم القصة بصوت وتعرض لهم رسوم على والحوار المستمر. طب ثانيه واحده، رسوم كنت بتعرضها على ايه؟ على لا، شاشه السينما. ما هو شاشه السينما، ما هو يعني المسرح فيها مسرح وفيها شاشه السينما. ايوه، بروجيكتور. انا عندي لحد دلوقتي بروجيكتور، يمكن يعرض الصوره على الشاشه قد صوره السينما يعني. مش بس يعني عشان بس البروجيكتور ده الوجع يكمل بس. يعني كان في بروجيكتور وشاشه سينما. كان البروجيكتور بتاعي بتاع حضرتك بتاعي. وكان بس كان في شاشه سينما. انا اتعودت ان انا كنت بدي بيه محاضرات للفن التشكيلي، تاريخ الفن التشكيلي، فاستخدمته مع الاطفال عشان احكي لهم القصص، فعلشان يشوفوا الصوره. صوره صغيره، صوره أيوة. صوره صغيره كده معموله على فاكره بغى شفاف. أيوة. ملونه وصوره صوره كاني بعرض كتاب بس ما فيش كلام يعني الصوره وحد يقول الكلام. لا يعني غيري هيحكي. أيوة. لا انا من بدء ما اشتغلت مع الاطفال فكره التفاعل والمشاركة شيء رئيسي جدا في تعاملي معه. وكمان كنت بتطلع كل طفل تقول له هو فهم ايه بالظبط، فهو يقول لك هو فهم ايه. يعني طبعا الاطفال في الاول اللي بيرفعوا ايديهم. وبعدين بقيت اشجع، ده بقى يشجع اطفال اخرين، بقيت انا ادهلهم. يعني ما هو دايما ايه، يبتدي بالطفل رفع ايده، واحيانا رفع ايده لما يتكلمش كويس، طفل احيانا ساكت وانا احس انه بيتابعني خجل كل... يعني طب تعالى معايا على فلان. خجل انه يطلع، يعني خجلان، فلاقيه في الاخر احسن من اللي عاوز دايما يتكلم سواء عارف او مش عارف. ودي جزء من الخبرة، انك الساكت ده احيانا يبقى احسن من اللي انا يعني. والزمن كلهم بقوا اصحابي،
وبقى كل واحد عاوز يقوم بدوره، وكلهم قدروا يقروا الصورة. يعني دي مسألة مهمة جدا انه بنعلم الاطفال يقروا الصورة، لانه الصورة بتليها دلالات كتير اذا كانت مرسومة كويس. صحيح. وطبعا الشرائح دي كنت بجيبها من دول العالم الخارجية في زيارة ليا، بتبقى مرسومة هيئة فنانين عظماء كانوا بيرسموها، روبن سان كروزو مثلا والجميلة والوحش، كل ده كانت مسجلة على شرح جميلة جدا، وكان يقعدوا الولاد يتابعوا بشغف شديد. طبعا كان اللي عنده بيقول شعر يقوله، اللي عنده بيعاوز يغني يقوله، اللي عنده أسئلة يطلع يقولها، إنما كان الفقرة الرئيسية كانت حكي القصة بالشرايح والحوار اللي بيني وبين الأطفال، وكله سكت. يعني أنا النهاردة أنا بستغرب زي قعدت سنتين كل أسبوع كنت أرجع بالليل بقى يوم الخميس ابني مجدي وبنتي هالة خطب الصبح في قطر الساعة 7، أقول في القصر يوم الجمعة 9 في ميعاد الحفلة، ويقعدوا معايا بقى أنشطة للأطفال طول اليوم، وارجع بيهم مصر يوم الجمعة وارجع أروح شغل يوم السبت. كنت بشعر أنا مش بقدم ده بس لولاد الناس، حضرتك رايح جاي بني سويف القاهرة يعني بقدمه لولادي كمان، لأنه فرصة. وده دايما بننصح الآباء خدوا ولادكم مكان شغلكم عشان يعرفوا ان الشغل ده اللي بيجي له من الفلوس دي الأب بيتعب فيه قد ايه، مش بس بيتعب، بيتعامل مع الجمهور ازاي. يعني هي جزء من التربية الاجتماعية وتنمية الشعور بالمسؤولية، ويبقى مشارك للكبار في مصروف البيت، ويعني يفهم الفلوس دي مش 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 كده نازلة، ده حاجات كتيرة بتحصل. بغض النظر الحقيقة أستاذ يعقوب على يعني روحك التربوية كأب وفكرك وسعة أفقك، لكن هي فكرة كمان الإخلاص في العمل المجتمعي والإيمان برسالة أنت بتأديها حتى لو ده على حساب صحتك أو وقتك أو علاقتك بالأسرة في القاهرة. أحيانا بقى أنا نزل في استراحة القضاء فكنت أقول لزمايلي خدوا أجازتكم السنوية في فترة معينة وأجيب المدام والولاد يقعدوا معايا شهر مثلا في بني سويف، الولاد لحد النهارده يذكروا هذا الشهر اللي كانوا بيقضوه معايا في قصر الثقافه. شوف يعني لما الناس تحس ان انا مش بشتغل بس لاولاد الناس، ان انا بعمل شيء جدير بان اولادي يتعلموا منه ويجوا يشاركوني فيه، هو ده الروح اللي كان الدكتور سارة حكاها بيقصد، ان انا اجيب ناس قلبهم على على الشغل وفاهمين الشغل وبيبتكروا وسائل. يعني التعامل مع الولاد بالشرائح الفنيه دي طبعاً. انا اللي ابتكرتها وتعممت في قصور الثقافه، وبقت كله قصر ثقافه يجيب بروجيكتور، وابتدت بعد كده مثلا رحت المنيا كنت بحكي لهم تاريخ الفن التشكيلي بالشرايح، رحت المنصورة أكلمهم على فنون الأطفال المختلفة، رسم الأطفال وألعاب الأطفال. لا إحنا محتاجين ناس تشعر بالرسالة وتبتكر هي الوسائل اللي توصل بيها إلى الكبار والصغيرين، زي الكتاب اللي حضرتك قلت هنتكلم عنه. ده لازم ده في الجزء الثاني من الحلقة، التربية الوالدية عشان المدرسة مع البيت مع الإعلام، وإذا نسينا واحدة من الثلاثة دول هتبقى الرسالة مش ناقصة. كاملة. طبعا. هرجع لسؤالي بقى معلش برضو لازم أعدي عليه، الخيال افتقد في جيلنا ده أو الجيل الحالي من الأطفال يا أستاذ يعقوب؟ يعني أخد حضرتك تاني، إن هل الجيل اللي فات كان جيل قابل إن هو يتفرج على البروجيكتور والشرائح الصور الملونة لأن التكنولوجيا ما كانتش سابقة عصرها زي دلوقتي، وبالتالي صعب انك تخاطب الجيل الحالي بفكرة الخيال، ولا احنا ككتاب يعني في العالم العربي يعني نسينا يعني ايه خيال طفل؟ هقول لحضرتك تجربة شخصية برضو بس اللي عملتها بنتي هالة بقى. اتفضل. انا اعتبرت دايما ان بنتي هالة دي بتكملني وهي قادرة على شيء انا ما كنتش قادر اعمله، الوسائل التي نحكي بها القصة. كنت بقول لك انا بجيب الشرايح دي من الخارج وبتديت بعد كده علمتها التصوير وبقيت اديها قصصي اللي مرسومه تنقل الرسوم دي بالكاميرا وعرضتها على الولاد في بعد كده طبعا بعد ما سيبت قصر الثقافه في كل حته يعني. فالنهارده بدل ما نستورد الشرايح بقينا نعملها من كتبنا العربيه نعرضها على الاطفال. هي بتعمل حاجه اخطر بقى، في وسائل كثيره لقصه القصه، العرايس هي فنانه في تصنيع العروسه وفي تدريب الاطفال والكبار زي يستخدموا العروسة. تسمح لي ان انا بس اشير برضو دون ان امنحها سنا زيادة، لكن هو ده الحقيقة لازم يعني منحها فضلها. الأستاذة هالة الشاروني كانت من الفضليات في التلفزيون المصري حينما كان التلفزيون الدولة حاضر، وكانت الدولة حاضرة في ذهن مجتمعها، فكانت الأستاذة هالة الشاروني من الفضليات اللي ليها حلقات في التلفزيون، اعتقد ممكن نلاقيها على اليوتيوب دلوقتي. 15 سنة تقريبا. لسنوات طويلة كنت أجلس كل أسبوع
علشان اتفرج على الحلقة بتاعتها وهي بتعمل اشغال يدوية، فتعلمك تعمل كارت ازاي او تعمل مقلمة للمكتب تحط فيها اقلامك ازاي وبادوات موجودة في البيت. يعني تقول لك مثلا علبة التونة ماما هتشيلها لك وبعد ما تتفتح تنظفها كويس واوعى تعور ايديك، وبعدين هتلزق عليها ورق مش عارف تعمل ايه. الكرتون انت ممكن تعمل بيه عرايس، والقماش القديم الشرابات القديمة. يعني كان في دولة حاضرة بتصنع خيال. أنا الحقيقة دلوقتي بتمنى عودتها مرة تانية. فاتفضل أنا بس الحقيقة الخبر بقى بعد أسبوعين أو 10 أيام هي مسافرة البحرين تعمل ووركشوب لـ300 من أنحاء العالم العربي، تنقل إليهم هذه الخبرة. لأن إحنا النهاردة حتى في كتب الأطفال الصغيرين ما بقيتش في الكتاب اللي هو صفحة ملساء عليها رسوم وكتابة، بقت كتاب اللي يتجسم واللي يتحرك واللي يدوس على أجزاء فيه يطلع أصوات ويطلع أضواء. النهاردة كتاب الطفل بقى زي اللعبة إن بتعامل معاه بجميع الحواس. والحقيقة كل رياض الأطفال في العالم النهاردة والحضانات ما بتتعاملش بالكتاب الورقي اللي هو يعني أتمنى الصورة. أن أرى الأستاذة يعني الفاضلة هالة الشاروني يعني ورشة العمل اللي هي مسافرة تعملها في البحرين، أتمنى أن أنا الحقيقة ألاقي لها ورشة عمل في القاهرة للأطفال أو في المحافظات كلها تلف بيها لكيفية تعليم الأطفال هذه الأشغال اليدوية أو برنامج حتى يعني. ورفضت التوظف، هي اشتغلت سنة في مدرسة رياض أطفال وقالت انا اخذت خبرتي كفايه، لا انا عاوز اتفرغ لهذا العمل وبرنامج التلفزيون والكتب اللي بتطلعها. لان احنا فعلا محتاجين نغير اساليبنا في التعامل مع الاطفال. الطفل الصغير ربنا هيئه انه يتعامل بحواسه مع الاشياء، وعلشان مش كده الكلمه دي لسه صحيح. وقتها بدري. وعلشان كده حضرتك كنت بتتكلم على الخيال، انا عايز ارجع تاني للخيال. فبتجربه هاله بقى هي عندها تجربه ايضا انها بتعمل حاجه اسمها اللوحه الوبريه، الشخصيات مرسومه من القماش وفيها صنفرة تتلزق على شاشه جوخ كرتونه خوخ، بتحكي اي قصه تتصوريها تروح عملها لها الشخصيات دي وتشيل شخصيه وتحط التانية على هذه الوسيله. لا يا نجاح لا تتصوري. وهي تشابه البروجيكتور، بس دي بقى ما تحتاجش قاعه مظلمه ولا ادوات ولا حاجه، عاوزه مهارات يدويه وكرتون نلزق عليها جوخ او اي قماش ليه وبره والشخصيات حتى ننقلها من الكتاب ونلونها ونقصها. يعني وسيله سهله جدا ورخيصه جدا انما مبهره جدا، لان هذه اللوحه اللي هي بتغيري بسهوله قوي الشخصيات. تقول البنت ذات الرداء الاحمر بتاخد من امها الاكل توديه لجدتها، الام والبنت وتشيل البنت وتحط الذئب، لان اللوحه دي هي صوره متغيره. ودي ميزتها انها بتخلي الطفل يقدر هو يعمل الوسيله ويقدر يحكي بيها الوسيله. والهالة بتعمله الحقيقه مش بس عاوزه اتعلم المدرسات، عاوزه اتعلم الطفل انه يعمل الوسيله وانه يحكي بيها لاخواته الصغيرين. وده شيء النهارده في ثقافتنا مع الاطفال. انا مش بس بقصد ان هو يتعلم، انه اديله القدره ان هو ينقل خبرته كمان الى الاخرين وانه يبقى له دور. ودي مساله يبقى له دور، دي شيء ضروري جدا في بنتكلم على التفاعل والمشاركه ويبقى له دور. حتى النهارده في الكتب بنحاول ان احنا نخلي النص المكتوب نوقظ رغبه الطفل انه يكمل وانه يغير وانه يغير الخاتمه ويغير العنوان. لازم نديله فرصه انه يشاركنا في اعاده خلق القصه زي ما كان. وعلشان كده حضرتك كان ليك قصه ابناء في العاصفه وقصه ليله النار، والاثنين الحقيقه بيتكلموا على دور الطفل في حمايه سواء بيته الصغير واسرته او يعني الصغيره وأسرته الكبيرة كمجتمع في ليلة النار. الحقيقة يعني أبناء في العاصفة يعني من القصص الرائعة اللي ممكن حضرتك تستمع ليها وتقرأ لأولادك فتدرك. أستاذ يعقوب الشاروني بيقول إزاي نلهم دور في الحفاظ على الأسرة إذا ما تعرضت لعاصفة الطلاق على سبيل المثال. أما في ليلة النار فإزاي اتنين من الأولاد نجحوا إن هم فكر الإبداعي للأطفال يحلوا مشكلة حي كامل كان معرض للتهديد بعد حريق أصاب الحي. إيمان حضرتك بالطفل يا أستاذ يعقوب في الوقت الحالي، أحكي لك أنا حتة صغيرة كده في المكتبة الخضراء برضو. قعدت حكاية من ألف ليلة بتاع الصياد اللي طلع له قمقم في المارد وبعدين قال له انا مش مصدق انك كنت هنا والمارد ده جسم كبير انما عقل صغير. قال له لا. قال له طب وريني ازاي. ومن المارد دخل نفسه قفل القمقم ده ورماه في البحر. وما انا طب وبعدين شوف بتقولي ايمانك بالجيل الجديد. روح البيت بيحكي
فين السمك؟ لا ما جبتش، ده ربنا انقذني من الموت النهارده. منين؟ من مارد. فبعد ما بنته سمعت الحكايه قلت له بقى يا بابا يقع في ايدك واحد يحقق لك اي امنيه ومترميه في البحر مره ثانيه، تقول له اعمل ايه؟ ما هو هيقتلني. قلت له يا بابا لغيه اتحداه. هتحدى في ايه يا بنتي؟ انت عارفه انا لو اتحديته هتحدى في نط الحبل. يا بنتي ده راجل عملاق بتاع هيقتلني. مارد. بس لا، هو كان قاعد مقرفص كده مش عارف يتحرك، لو اتحديته في نط الحبل هو مش عارف ينط الحبل وانا اللي هنط احسن منه. هي بنت بتقول احلامها. الراجل بلاش لعب عيال. بالليل افكر، الله الراجل ده كان غضبان انه قعد 3000 سنه في القمقم وكان غاضب جدا. طب انا ليه وفي اول حتى في اول ما قعد 1000 سنه قال اللي هينقذني هديله الدنيا كلها، هو قادر يديني الدنيا كلها. طب انا ليه ما فكرتش في ان انا استخدمه؟ وطلع انه عقله مش قد جسمه. فراح تاني يوم وطلع القمقم، وقبل ما يفتحه بقى قال له طب اعمل لي دليل انك مش هتاذيني. فطلع له من تحت الميه عبد الله البحري اللي هي في قصه عبد الله البري وعبد الله البحري اللي فاكر ان هي في الف ليله وليله، فتح له القمقم. انما انا دخلت خليت عنصر حاسم في القصه الطفل. الأحلام الإبداعية بتاعت الأطفال. شوف الأطفال، أنا أدي إيماني بالأطفال. الأطفال عندهم أفكار إبداعية. أحكي لك حاجة تانية، كنا بنحكي أنا وهالة قصة الحمامة والنملة. معلش خلينا نحكي حدوتة. هو اتفضل. الحمامة اللي أنقذت النملة في القصة التقليدية أنا ربت لها ورقة شجر على المية، وبعدين تاني يوم النملة قرصت الصياد فطاشت العيار اللي هو كان حاسس بالحمامة. كنا بنحكي في الصعيد، في الصعيد بنحكي القصة دي للأطفال، وجينا في الآخر قلنا طب افرضوا الحمامه دي ما لقيتش ورقه شجر في الشتاء ومفيش ورقه شجر تعمل ايه؟ فواحد يقول تمسك النمله بمنقاره، فتاني ولادي هتموت لو مسكتها بمنقاره، التاني تقول نجيب فرع شجره، طب هتكسره ازاي؟ فوقفت بنت عمرها 8 سنين قالت ولا حاجه، تاخد من الريش اللي على بطنها اللي بتحطه في العش ريشه وترميها على وش الميه بس. ومن الريش الحقيقة يعني، وهذه الفكرة الإبداعية من الإيمان بالأطفال اللي حضرتك يعني علمتنا به أو علمتهولنا طول سنين طويلة أو على رحلة سنوات عمرك، ربنا يديك الصحة. هستأذنك إن إحنا هنختم الجزء الأول من حوارنا وحالا ونكمل حوارنا بعدها في حلقة تانية علشان الناس تكون فاهمة يعني إيه بكرة. بيبتدي من النهاردة بصناعة جيل وعقله ووعيه وخياله ومشاعره، فالقصة وأدب الطفل والتربية يكونوا هما البداية. تحياتي لحضرتك أستاذ يعقوب الشاروني أستاذنا ورائد أدب الأطفال في العالم العربي، تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. إن شاء الله مكملين في حلقة بكرة في حوار كامل مع الأستاذ يعقوب الشاروني وأدب الطفل ومسيرة حياة بتقول لنا رسائل وعبر. تحياتي لحضراتكم ونتقابل على خير بكرة إن شاء الله.